موجز اخباري مشاهدينا نقدمه لكم من تلفزيون النهار، اليكم عناوينه. عمار غول رئيس تجمع امل الجزائر يؤكد ان التحالف مع الافلان مصدره القواسم المشتركه بين الحزبين. وقانون السمعي البصري لا يزال يثير تحفظ مهني القطاع وسط تساؤلات عديده تطرح حول اليات ضبط ومراقبه القطاع. اهلا بكم الى تفاصيل. أكد عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر أن التحالف الحزبي مع الأفلان مبني على القواسم المشتركة، وأن توسعة هذا التحالف مع التيارات السياسية الأخرى واردة، لكن من باب التعاون لا للحسابات الشخصية والحزبية الضيقة. تحالفنا مع الأفلان كأول خرجة لحزب تاج يدخل في الإطار على أننا نسعى من خلال ذلك أن نعزز الأمن والاستقرار والتنمية في الوطن. اثنين، على أننا نتعامل مع الجميع في إطار قواسم مشتركة اللي تبني الوطن، من أجل أن تكون قواسم من المشتركة إن على مستوى ملفات معينة أو مواضيع معينة أو محطات انتخابية معينة، نتعاون مع الجميع، لكن بشرط ليس في إطار مصلحة حزبية ضيقة أو في إطار مصلحة شخصية ضيقة. رحب رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول بتوسعة لقاء الثلاثية الذي جمع الحكومة بالنقابات المهنية وأرباب العمل، مستبشرا بالقرارات التي اعتبرها تصب في خانة النهوض بالاقتصاد الوطني ودعم الشباب. أكثر تفاصيل في ميكروفون مصطفى تونسي. لأول مرة يتوسع اللقاء في الثلاثية وركز على البعد الاقتصادي وبعد الاستثمار وبعد الاجتماعي، مع إعطاء أولوية ومكان للشباب عبر كل تراب الوطني. اللقاء هذا كان منصف وعادل، أعطى مكانة للشمال للهضاب العليا والجنوب في إطار متناغم ومتناسق، وفي إطار أننا من خلال هذه مشاريع التنمية نعزز اللحمة الوطنية ونعزز الوحدة الوطنية بإذن الله. اعتبر رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد في تصريح خاص لتلفزيون النهار، اعتبر أن تشكيلته السياسية لم تفصل بعد في طريقة المشاركة في رئاسية الربيع المقبل. محمد السعيد الذي ترك الباب مفتوحا أمام أي خيار رفض التعليق على المبادرات السياسية الأخيرة وسياسة التحالفات المتبعة وسط مختلف أطياف الطبقة السياسية المنقسمة بين موالاة ومعارضة. أحمد حفصي تقرب من رئيس حزب الحرية والعدالة ورصد التصريح التالي. اتصالات موجودة مع 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 بعض التشكيلات السياسية، لم تنقطع هذه الاتصالات، نتشاور في كل ما يتعلق بالشأن العام، ولكن لكل رأيه ولكل موقفه. نتابع عن كثب كل ما يدور في هذه الأروقة السياسية، وعندما يحين الوقت سنعلن على موقفنا من الانتخابات الرئاسية القادمة، لأن كل الناس يتحدثون عن هذه الانتخابات الرئاسية، ولا أعتقد أنها تشكل يعني الاهتمام الأول في دائرة اهتمامات المواطن. ما يهم المواطن اليوم هو كيفية تحسين حياته اليومية، كيفية تخليصه من مظاهر التبذير والفساد والرشوة. وحول النقاش الدائر حول مشروع تعديل الدستور المثير للجدل، أكد رئيس حزب الحرية والعدالة محمد السعيد أن تأخر الإعلان عن محتوى التعديلات الدستورية أدخل الطبقة السياسية في حالة ترقب غير مسبوقة، منتقدا ضمنيا ما أسماه تعديلا دستوريا في الربع الساعة الأخير قبل بدء السباق نحو قصر المراتية. فيما يخص تعديل الدستور، أعتقد أنه من السابق لأوانه الحكم على هذا التعديل، لأننا لا نعلم محتواه، لكن ما ألاحظه أن كلما تأخرنا في الكشف عن محتوى تعديل الدستور كلما اضطربت الأمور، لأن التعديل القانون الأساسي للدولة لا يتم في الربع الساعة الأخير من السباق. أثار مشروع قانون السمعي البصري الذي يعد وزير الاتصال السابق محمد السعيد أحد مهندسيه والذي نزل للغرفة السفلى للبرلمان، أثار حفيظة مهنية القطاع وسط تساؤلات عديدة تطرح حول آليات ضبط ومراقبة القطاع. متابعة في تقرير أحمد حفصي.
يعتبر مشروع قانون السمعية البصرية المثير للجدل أحد أثقل الملفات التي كانت فوق مكتب الوزير السابق للاتصال محمد السعيد، الذي أنهيت مهامه من على رأس الوزارة في آخر تعديل وزاري. مشروع قانون السمع البصري كما أعد كما صادق عليه مشروع الوزراء، أعتقد أن في تقديري أن هذا هو الذي يتناسب مع هذه المرحلة من تطور المجتمع الجزائري. فمشروع قانون السمعية البصري بمواده 105 المثيرة للجدل، وبعد التأشير عليه على مستوى مجلس الوزراء، نزل إلى أروقة البرلمان وسط تساؤلات عديدة يطرحها مهنيو القطاع حول التشريعات المتعلقة بآليات الضبط ومراقبة قطاع السمعية البصري، في ظل ما اصطلح عليه بإقصاء مهنيي القطاع من التواجد في سلطة الضبط. حسب علمي أن المهنيين سيدعون من طرف اللجنة القانونية للاستعانة والاستئناس برأيهم في هذا القانون، ويعني القانون هذا مشروع قابل للتحسين، لأن فيه مادة أو صيغة بطريقة مرنة يجعله قابل للتحسين باستمرار. فأحكام ومواد مشروع القانون المتعلق بالسمعية البصري أفرزت قراءات أولية عديدة صبت في رغبة السلطات الجزائرية في انفتاح محدود ومتحكم فيه من خلال إنشاء قنوات موضوعاتية مع قائمة طويلة من الخطوط الحمراء. ليس الخوف من الرقابة، الرقابة شيء طبيعي، مطلوب أن تكون هناك عدالة مستقلة حقيقة حتى كل واحد يعرف واجباته وحقوقه، هذا هو المطلوب، أما الرقابة موجودة في العالم الكل. وفي انتظار عرض مشروع قانون السمعية البصري للمناقشة، تبقى الكرة في مرمى نواب الشعب. تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لحماية الأجانب بمنشأة الغاز بتيجن تورين في عين ميناس. نقلت وكالة رويترز للأنباء أن الخطة الأمنية الجديدة نوقشت مع مسؤولين في شركتي بي بي البريطانية وستيت أويل النرويجية، وشركاء قالوا إنهم بحاجة إلى ضمانات ووجود أمني مكثف حتى يعيدوا العاملين. وقال المسؤول الجزائري إن مهبط الهليكوبتر الجديد سيسمح للأجانب الوصول إلى داخل الموقع بدلا من قطع مسافة 50 كيلومترا من مطار عين ميناس ابتداء من نوفمبر، وللوصول إلى محطة الغاز يجب أن يمر الزوار على 3 نقاط تفتيش عسكرية، ولدخول الموقع ينتظر الزائر مجيء فرد مسؤول عن اصطحابه ليحصل على بطاقة هوية قبل الدخول. إلى موضوع آخر، حيث شهدت محطة سيارات الأجرة الخروبة بالجزائر العاصمة نفور العديد من المسافرين بسبب الزيادة في التسعير غير المبررة، خاصة للمسافرين باتجاه الولايات الجنوبية. ورغم أن مثل هذه التصرفات تتكرر في كل مناسبة دينية، إلا أن غياب الرقابة ترك باب الفوضى والابتزاز يفرض نفسه. ورقة في الموضوع للزميل هشام شريف. مع اقتراب يوم عيد الأضحى المبارك وفي ظل غياب الرقابة وحاجة المواطنين، يستغل أصحاب سيارة الأجرة لما بين الولايات بمحطة الخروبة هذه الأوضاع لرفع تسعيرة الأجرة. نهار العيد يزيدوا تقريبا 80,000 ولا شحال في الدوام. هي حاجة باينة، الرقابة ما كانش. تنقص بلاصة يقول لهم سلكوها في بعضاكم، هما اللي يفرضوا رايهم عليهم. الشعب مسكين لازم يروح يعيد مع ميمته وكذا بك. ومع هذه الفوضى يجبر المسافرون على دفع ثمن أمتعتهم مهما كان وزنها، خاصة وأن الكثير من المواطنين يفضلون قضاء عيد الأضحى المبارك مع ذويهم، لكن العراقيل تظهر مع كل مناسبة دينية. ما كاش طاكسي يزيد هنا في البري، ما يكذب عليك، كاين لي كلونديستا صح يزيدوا في هذه المومون تاع المواسم يزيدوا. كاين اللي يزيدوا مش ديستيناسيون تاعهم، يقول لهم فوالا نديك ذيك البلاصة بصح تزيد 10,000 تزيد 15,000، لو كليون يقبل ولا يرفض، لا يرفض وقعد الغدوة ويا ربي لا يمشي. هي مناسبة دينية يغتنم فيها الكثير من الانتهازيين حاجة المواطن البسيط ليبقى هو وحده يدفع ضريبة إهمال السلطات وفوضى تسيير القطاع.
شاركت أكثر من 400 امرأة في أول طبعة من الماراثون الذي نظمته جمعية الأمل لمكافحة مرض سرطان الثدي في ملعب ألعاب القوى المحاذي لمركب الضيافة الأولمبي. وقد أعطت النساء المشاركات درسا في الشجاعة، خاصة هؤلاء المصابات بداء سرطان الثدي والمسنات والأطفال. أكثر تفاصيل مع زهيد ثابت. Il faut faire du sport, c'est très bien. Même quand on n'est pas malade, il faut faire du sport. Vous avez quel âge ? 80. انا نقدر نتكلم لكم على لي شيف اللي عندنا في مركز سرطان، مركز علاج سرطان في سونتر بيري ماري كوري. احنا عندنا تقريبا 1000 حاله جديده في العام. من جهته شجع رئيس الفيدرالية الجزائرية لألعاب القوى عمار بوراس وطبيبة من مصلحة بيغي ماري كوري ورياضيات سابقات، شجعت كل النساء لممارسة الرياضة التي تعتبر أحسن وقاية من كل الأمراض. الهدف تاعنا وشنو؟ سي كاع النساء لازم يروحوا يديروا لا مونغ في يديروا سبور، هم لقاو بلي كون فوا سبور سي كون بور سون يدير سبور ما يحكموش هذا الكونسير. ان شاء الله ان شاء الله ربي يكون معاهم، ونتمنى لكل كل عنده هذا المرض ربي شافيه. اذا نديروا هكذا كل الامراض هذو اللي يجيو في المجتمع والناس ما تقدرش تدافع عليهم، اذا هكذا اشهار ليه تكون حاجه جيده. ولا غير سي اون تري تري بون شوز، هذه تاع هذه سي اون بون شوز اللي داروها. اسبيرون كو العام الجاي ان شاء الله يوغا بوكو دو فام. الارقام تقول يعني 3500 حاله وفاه في العام، اللي النسبه اللي فيها 10 وفيات يوميا. هذا الشهر الارقام مخيفه، لهذا الشيء جينا يعني بكثره باش نقولوا يعني ستوب لهذا المرضين، نقدروا نوقفوها بممارسه الرياضه. وبالرياضة مشاهدينا نختم الموجز، شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.